المهم المايك اللي معانا النهارده من شركه بويا المعروفه موديل باي بي ام 700. اهم شيء تتاكد ان المايك ده اصلي عن طريق السكيورتي كود والعلامه المائيه، وانا كنت عملت فيديو سابق بوضح فيه الفرق بين الاصل والتقليد وازاي تعرف الاصلي، هتجده في البطايق الخاصه بيه. قبل ما نفتح العلبه نشوف مكتوب ايه على العلبه. هنجد هنا في الجنب انماط تسجيل الصوت، هنا بيسجل يمين وشمال، هنا من كل الاتجاهات، هنا من اتجاه واحد، هنا من الامام والخلف. نفتح العلبه مع بعض. كتاب ارشادات، ده كيبل مايكرو سي بي عشان توصله بالكمبيوتر، كتاب ارشادات، مفيش حاجه ده. من الاسفل هنا هنجد هنا مدخل مايكرو سي بي، وهنا مدخل السماعه 3.5، وهنا ده مدخل ذراع حامل المايك اللي هو ممكن بتركبه على الكمبيوتر او المكتب وتركبه هنا في الجزئيه دي وتلفه. وانا كنت عملت مراجعه للذراع زي اللي يركب في المايك ده، حوالي سعر 100 150 جنيه في الفيديو السابق، بس ما جربتش عليه مايك زي ده، جربت عليه مايك اخر. الذراع هتجده برده في البطاقه الخاصه بيه، وذراع رخيص جدا يعني 100 جنيه تقدر تركب عليه كده، هيبقى راكب في الجزئيه دي، هيبقى شكل المايك كده بالعرض. تتكلم من هنا مثلا، نادل المايك كده، دي الازرار. هنجد من الامام ده زرار يعمل ميوت يقفل الصوت، دي لمبه، هنا ده التحكم في الصوت الخاص بالسماعه اللي ركبتها من الاسفل. الناحيه الثانيه دي حساسيه المايك بحيث يعني درجه التقاط الصوت، يعني عايزه حساسيه عاليه حساسيه اقل، هنا تتحكم. وهنا باترز اللي هي تتحكم في اتجاه تسجيل الصوت، اللي هي الانماط الخاصه بتسجيل الصوت. طبعا هنا يمين شمال، هنا الامام والخلف، هنا كل الاتجاهات، هنا اتجاه واحد زي ما واضح هنا، شايف؟ هتجد شرحها بالتفصيل للاربع انماط، يعني هو بسيط وما فيهوش اي حاجه. حاليا ننتقل لتجريب صوت المايك وعشان نعرف جودته وانهي الفيديو. بس قبل ما ننتقل لتجريب صوت المايك حابب اوضح ان المايك ده تقيل جدا، وزنه حوالي كيلو بحيث يضمن الثبات، والثبات كمان هتجد في الاسفل كده زي حته اسفنجيه عشان تضمن الثبات على الكمبيوتر. المهم يلا ننتقل لتجريب الصوت. حاليا بتكلم من المايك البويا بي ام 700، وزي ما واضح امامكم الصوت واضح ونقي. المهم بكده الفيديو انتهى، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولا حد عنده اي سؤال اتفضل في التعليقات، وانتظرونا في الفيديوهات القادمه. سلام.